اخوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم. يا ابني انا ما حدش ضربني، انا ما اتنقلتش من هنا، ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني، انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال تروح تجيب ناس تانية، بلاش. اخويا ازاي يتضرب وانا على وش الدنيا؟ طب بقول لك ايه، طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع، ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. ايه حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه، اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو، عامل ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني، عمال من هنا لهنا مش مركز، واخد عين ابوه. سالم، صباح الفل. سالم، كنت بحب اناقشك يا سالم. طيب ايه، هحضر لك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك انت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله، ليه يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت؟ جاي تاكل عندنا كمان؟ يعني ما اكلش. ايه ده، هو التفاح خلص؟ كده انا عندي 7. ايه ده؟ يا نهارك اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ لا، مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون، أنا مش فاهم، دي إيه؟ ده شيء زاد عن حده. يا حبيبي، ملاك نايم وسط الزبالة، في كده، وإيه دي؟ إيه دي؟ حد ينام في بيت عقلك، إيه ده؟ كوتشيني المنوم اللي بتنيمه هو نايم حاضرها كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا دلوقتي، سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. وسيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويصفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد، قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. ما ارميهم في الارض. لا، ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن، حرام عليك. وايه دي؟ جزمتي. ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك. ليه؟ ارحمني. يلا اتفضل قوم. بابا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي، مش على السرير. اتفضل قوم. طيب 5 دقايق، اخطف حلم سريع وارجع لك. ترجع لي فين يا هون انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو. قوم قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب في ديلك، هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخوي، على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراد دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما ضبط البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لهم يا جماعه. ليه ده العيش بقت ليه كده؟ يا فول ده حش ماشي، دي جبنه مربى نخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا، هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه يا بابا، ده بني ادم مقرف. يا جيمي، ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. بالظبط كده. طيب ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت.
ما في بني ادمين بيرزعوا البيبان عادي يا بابا. الله ادعم. طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة، هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسمه السجاير. هو انت يا اخي خضتني؟ امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روحي البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدريب السباحه ده. اه دي بقى اسوانك كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه، هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي. كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي. اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا فيك حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عادش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك له. ايه فاكر نفسك بتشتغل فتكيه؟ ايه اللي جابك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر، انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك خد سي دبليو سي ثانيه بس واجيلك. اوكي حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في اخلاقك. شفت. لو سمحت ممكن كوبايه ميه؟ ايوه كوبايه. كوبايه ميه. كوبايه ميه. ايه ده سميره؟ سميره بهيم. ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا سمسم؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك انت؟ اخبارك ايه؟ الحلاوه دي لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه. شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري. الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره. لا اخشى عليكي اخشى عليكي. بصي تعديت منه كنت هقول اخشى عليك. معقوله كده يا حبيبي؟ فاكره فاكره يا بنت فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه. بس انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بالثلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيد. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو، هو ما اتغيرش، بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيد. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيج. ذكريات ذكريات زباله يا زباله. بذكرياتك الزباله دي يا تافل. طول عمرك تافل طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي مشكله في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دبمه يا دبمه. مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري. ثلاث سنين على سميره كتير. ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش مفيش مسؤول هنا يا جماعه. مفيش مسؤول. ليه ليه مسؤول ليه يا جماعه؟ مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ عطك المسؤول في ايه؟ فعدتك انا رحت دبليو سي ثلاث ثواني. ثلاث ثواني ما اتاخرتش. ثلاث ثواني لقيته قاعد بيقول لها ثوتت، ولما كنت ماسك لك الثوتة وزمن الثوتة اتفتح. حصلت حفان سيادتك. حفان سيادتك هو مش عايز افهم حاجه.
هو خاطب واحده اصلا زباله سوسته، اعملها ايه؟ جيب لي حقي يا مافا، جيب لي حقي. حصلت بره مش عايز اشوف ايدك تاني هنا خالص. ده انت في بهله وهي اذبل منك. بره. وانت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. ايه يا حازم انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله، ام الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. ميرسي قوي. دي سارة، يلا بينا نمشي بقى على احسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ طب عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس، بس البسين برد قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهارده. والله كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناكي النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا، باي باي. باي باي. الحمد لله. قوم سيادتك من فضلك هات لنا الغدا بسرعه، انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم، اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل ادفي الزفت ده وتخش نام على طول. خمس دقايق ونص دقايق. ولا دقيقه واحده، كلمه ورد قطار، تخش نام دلوقتي اهو، اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟ تصبح على خير حازم. انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين، ما تفكيها بقى، بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه وانت طيبه يعني. باي باي. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي، اصل كلهم كانوا سهرانين وبعدين. انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف، ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكم شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي، وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفة ابدا، كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحية التانية. بطل يا اخي قلة ادب، بحسب حد بينادي. مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه، هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم، انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته، وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه، انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني، وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد، دي سميره بهيج زميلتي في الكليه. ايه ده، هو بيتكلم عن سميره زميلتك في الكليه؟ لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميره، دي زي اخته. ايه دول راضعين على بعض؟ ولما هم راضعين على بعض، الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع. اسالني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده، قول لي مين. طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فتره. لا حول ولا قوه الا بالله، ده خطب يا بابا ما ماتش. ايوه، ما هو كده داخل على اول الطريق. شكري السيد
وسميرة. أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت نادر بيه ولا تعبت نفسي، دول إخواته. يلا 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 بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب امشي يلا امشي امشي بلا لعب عيال. كلام فارغ، وخد أبوك في بطنك واتفضل واطلع برا. امشي برا امشي. ما تخافش من صوتك، ما تخافش من صوتك. يلا مش ممكن نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى سلام عليكم. خمسة ايه العيله دي؟ الناس دي كسال.